كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان شهدت احتفاليه محافظه الدقهليه بمناسبه مرور 800 سنه على تاسيس مدينه المنصوره تكريم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بوصفه الشخصيه الاشهر للمدينه عبر تاريخها بعد ما تلقى دعوه للمشاركه في المهرجان واللي نظمته المحافظه جوه جامعه المنصوره. احتفالا بالمناسبه دي وجد الكابتن محمود الخطيب حفاوه كبيره من جانب الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعه والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الأهلية والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الأداب ورئيس اللجنة المنظمة في حضور الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق في وجود العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عبد الحميد حسن كمان نجم النادي الأهلي السابق ولفيف من نواب مجلس الشعب وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة ورموز من المحافظة والقيادات التنفيذية وحرصت اللجنة المنظمة للاحتفال على القيام بترتيبات عديدة لاستقبال كابتن محمود الخطيب خلال المهرجان واللي شمل عدة عروض فنية وثقافية ورياضية في الصالة المغطاة في القرية الأولمبية واللي شهدت حضور مكثف للاحتفاء برئيس النادي الأهلي اللي تم وضع صورته وسط عظماء أبناء المدينة عبر التاريخ باعتباره أحد أبرز أعلامها. اختارت اللجنة المنظمة كابتن خطيب كشخصية الاحتفال إلى جانب الدكتور مفيد شهاب ومنحتهم طبعا درع الجامعة وشهدت الاحتفال كمان عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة كابتن محمود الخطيب وأبرز الأهداف اللي سجلها مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر وكمان وجه كابتن محمود الخطيب الشكر للقائمين على الاحتفالية وأكد أنه بيعتز بانتمائه للمنصورة وتكريمه وسط كوكبة من رموز المحافظة ووضح كمان أنه لم يتردد في المشاركة في هذه الاحتفالية مشيرا إلى أنه تمنى أو يتمنى التقدم الازدهار للمحافظة موجها رسالة لطلاب الجامعة بأن يتحلوا بالأخلاق وبالروح الرياضية من أجل النجاح والمساهمة في تقدم مصر. وبينضم لنا دلوقتي شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي واللي كان طبعا متواجد في جامعة المنصورة النهاردة الصبح عشان نعرف منه أهم كواليس استقبال وتكريم كابتن محمود الخطيب. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما حضرتك قلتي يمكن النهارده كان استقبال اسطوري لنجم مصر التاريخ طبعا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. استقبال ولا اروع ولا اجمل. يمكن الكل كان سعيد جدا بزياره الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. يمكن من الساعه 11 صباحا كان استعدادات في جامعه المنصوره على قدم وساق استعدادا لاستقبال الاسطوره الكابتن محمود الخطيب اللي وصفوه فعلا كله وصفه بالاسطوره اذا كان رئيس الجامعه او حتى وزير المحافظ طبعا وزير محافظ الدقهليه. يمكن الساعة 11 كان موجود كابتن خطيب في جامعة المنصورة قوبل طبعا في مكتب رئيس الجامعة مع بعض الوزراء السابقين مع المحافظ مع بعض القيادات مع الدكاترة مع الشيوخ مع الأسس يعني جميع القيادات في محافظة الدقهلية كانوا في استقبال الأسطورة زي ما وصفوه الكابتن محمود الخطيب. بعد كده توجهوا إلى الصالة المغطاة علشان يقام الاحتفال 800 سنة منصورة اختيار شخصيات 800 سنة منصورة وعلى رأسهم الكابتن الأسطورة الكابتن محمود الخطيب. منذ أن دخل الصالة المغطاة وتم عرض فيديو لأهداف الكابتن محمود الخطيب وأغنية شهيرة طبعا للكابتن الخطيب والطلاب والتفاعل الكبير مع الكابتن محمود الخطيب كل كان في حالة سعادة عندما رأوا الكابتن محمود الخطيب. استمرت الاحتفالات ثم التكريم للكابتن محمود الخطيب ومجموعة من الوزراء. طبعا الكابتن الخطيب اتكلم مع في كلمة للطلاب قال لهم أنا من الأهلية أو من المنصورة وما كنتش أحلم أوصل باللي أنا فيه. لازم تجتهدوا لازم تصلوا لازم يبقى عندكم حلم هتحققوه. يعني دلوقتي أهو أنا طالع من قرية صغيرة وبقت مصر كلها عارفاني فأنتوا اجتهدوا ما تيأسوش وفي نفس الوقت حافظوا على صلواتكم وتكونوا قريبين من ربنا عشان تعرفوا تحققوا أحلام. يمكن بعد التكريم غادر على طول الكابتن محمود الخطيب في عدد يمكن كبير جدا حاول يلتقطوا معاه الصور السيلفي. يمكن الكابتن الخطيب عانى معاناه كبيره جدا عشان يخرج من الجامعه نظرا للتدافع والالوفات اللي كانوا بيحتموا ويتسهروا مع الكابتن الخطيب الى ان غادر جامعه المنصوره في وسط سعاده كبيره بحضور نجم النادي الاهلي طبعا ورئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب. وكان بيرافقه في هذه التكريم طبعا المدير التنفيذي العميد محمد مرجان ومدير الامن العميد علاء شيما. اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي.